سلام حبايبي، في فيديو اليوم راح اعمل جولة في المركز التجاري فاميلي شوب، وراح خلي الشخص اللي قبلي يحدد فطوري الصباحي هناك. تابعوا لي الاخير لكي تشوفوا التحدي، وما تنسوش تحطوا لنا لايك على الفيديو اذا كنتوا تحبوا هذا النوع من الفيديوهات، واشتركوا في القناة اذا كنتوا غير مشتركين. نبدأ بالألعاب وكتب الأطفال. أول ما ندخل من جهة الألعاب والباركينج نلقوا مجموعة من الكتب المتنوعة هنا، وبمناسبة الدخول المدرسي فتحوا جهة كاملة من الأدوات المدرسية. هذو المحافظ، وهنا ستيكرز. صراحة اللي شفتهم في موقع أليكسبرس هما اللي عجبوني أكثر لحد الآن. هنا ثاني كاين ستيكرز، هذا غليتر، عجبوني هذو المقلمات، كاين سامبل كيما هكذا ثاني شابين، كاين أقلام هكذا مزينين، لكن هذه النوعية أنا ما نحبهاش أبدا. أسيل لو كان نشري لها واحدة هكذا تفرح، لكن شوفوا شحال غالية، مبلغ جنوني. هذه عجبتني الدمية والتنورة على حساب لبس الدمية، نايس، اي ريلي لوف ات. هذو لي بيبي، في الحقيقة انا ما نحبش لي بيبي بزاف، نحب دمى عادية. حابة نشري الاسيل صندوق كيما هذو، قولوا لي اذا تعرفوا وين سعرهم يتبع رخيص. هنا ثمنهم تقريبا 1700 دينار جزائري. باش تنظم الالعاب لانه راه عندها خردة وحطتهم في كيس كبير. هذو العاب الذكور، نحب هذا الستايل، هكذا زعما ادوات العمل، نجارة وتصليح السيارات وغيرها. وهذو السيارات، وهذو اكيد للي عندهم ساحة بالبيت وبيسين. هنا ثاني كاين شوية كتابات، ماشي غير برا يعني داخل السوبر ماركت. نحب لي سي دي، لكن بعد ما قرأت تبين انه كتاب ومعاه القصص في السي دي. هذا الكتاب عجبني لتعليم الارقام والحساب من الجمع للقسمة، ومعاه قلم سهل المسح بعد الكتابة، لكن ما على باليش الثمن. الكتاب لي عجبني من القش ثمنه. هذه اللعبة عجبتني، يعلمهم كيف يربطوا الحذاء وحدهم. وهذا ثاني يعلموك تخيطي ولا تركبي، أكثر من 3 سنوات والثمن 1100 دينار جزائري. هذو لي ليجو ثاني شابين يخدموا بهم الحيوانات، وانا نحب هذه اللعبة تاع مونوبولي، كاينة في البورتابل موافة نلعبها فيه وخلاص، بصح ولا مرة جربتها في الحقيقة. هذا الكتاب باش الاطفال يتعلموا الرسم عجبني هايل، ثاني مشي حاطين الثمن. على العموم عجبوني بزاف كتب هنا، وحابة نشري الاسيل منهم. ونروح للأثاث وديكورات البيت. وهذه شمعة كبيرة بزاف،
عجبوني هادو السلات اللي في نفس الوقت فيها غطاء وهادو كيسان مثل الكاسي جايين شوية خشان من الفوق كي يتغلقوا ما يجوش رقاق. وهذا ثاني بالسيليكون وفيهم غطاء بالبلاستيك وفي نفس الوقت تقطعوا بيها وفيها الخضروات. هذا تاع السال دو بان ولا المطبخ شابين. هذو المخدات عجبوني لكن شوية خفاف. وهذا كامل المناشف انا شريت مناشفي من عندهم بصح كانوا عندهم موديلات شابين كواليتي هاي. عجبني هذا ستيل بصح هذو كبار على اسيل هذو 12 سنه. وهذو صغار. وهذو ملابس الرضع. لقيت زيت جوز الهند الصالحة للأكل لكن ثمنها غالي 930 دينار جزائري ل 200 مليلتر. برك تخيلوا شوفوا هذا كلامار أي حبار في الحبر ولا حبة نذوقه. هذه الدرسة تاع الفلفل الأحمر كاتبين بوغي بوافغون دو بصح لما اشتريتها وذقتها لقيتها حارة نوعا ما مشي بزاف كالهريسة أكيد. وأنا كنت نحوس على الدرسة الحلوة ولقيت صلصة الصويا حابة نجربها مع النودلز ولا الأرز وحليب جوز الهند أكيد إذا حبيت نعمل أي وصفة نجي نشري. وهذا السكشن تاع الحيتان والأسماك المجمدة أنا نحب بزاف المأكولات البحرية. وهذه كريمة السلمون مدخن وعجبتني هذه يترتيني بيها الخبز معمولة بالزيتون الأخضر. وهذه ثاني فيها بيض السلمون لكن ثمنها شوي غالي على الأخرين 520 دينار جزائري. عجبوني هذه المجموعة وحابة نذوقهم بلك اليوم نشري هذه. وهنا أنواع الحبوب اللي يعملوا بيهم ريجيم مثلا هذا بذور تاف بدون جلوتين وفريك الذرة وهذه فارينة خبز التوست وهذه باش نعمله مقروط وفي نفس الوقت بدون جلوتين. وهنا مكان بيع الأجبان والباتي والكاشير. وهنا مكان الخضروات والفواكه بصح انا ما نحبش نشري الخضروات من عندهم. وهنا مكان الحلويات شفتوه في الفيديو السابق. وهذه المشكلة نحب المشكلة بالجوز. يديروا فيه السكر ما دليش. وهذا هو كان شوكولا باراميل فاي
شوكولا شو مع ملفل. وهنا قسم الاكسسوارات، اكثر قسم نحبه عجبوني هذو الأقراط، يجوا شابين مع اللبس الكاجوال. نحب هذا تاع الودعة ولا لي مونتخ لي هنايا بزاف شابين. أنا عجبتني كيما لا بلو هادي، هذا ستيل سبور، ما نحبش بزاف كلاسيك سورتو للرجال، نسا معليش مي الرجال ما نحبش بزاف كلاسيك. وهنا خرجنا، يوجد الالعاب، ما صورتش المكان، الفيديو كان طويل، فهذه نهايه الفيديو. ورجعت للبيت، نشوف القطط بس بيش شكم ديروا لنا. هذا كان كل الفيديو، أتمنى يكون عجبكم وحبيتوا. إذا عجبكم ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة، وأحبكم بحبكم بزاف، ومع السلامة.